إذا ما زلنا معكم في العالم هذا الصباح ومن عالم الصحة والحديث عن الكالسيوم، تعالوا نروح وياكم إلى الخضروات والفواكه، لا لكي نتحدث عن الكالسيوم، ولكن للحديث عن أسعارها المستقرة إلى الآن بين قوسينها إلى الآن، رغم اقتراب قرار رفع الدعم عن البنزين لعدة أسباب، منها استخدام الديزل في التنقل والعرض والطلب والسماح للجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من المزارعين. التقرير الآتي يسلط الضوء على هذا الموضوع، نتابع. أسعار الخضروات والفواكه مستقرة رغم اقتراب تنفيذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وذلك لعدة عوامل منها العرض والطلب واستخدام الديزل في النقل وغيرها. السعر ما راح يعني يأثر مع رفع البنزين، اي الا حاجة يعني بسيطة اذا كانت مكاين عند المزارعين اللي هي على البنزين، اللي هذه شغلات انا ما اعرفها صراحة، ممكن تأثر شغلة بسيطة مو عالية عاد مثل ما تتصور يعني عالي حيل، ما اعتقد. هي حاليا الاسعار متفاوتة، يعني مش كل الاسعار واحدة. حاليا عندنا مثلا زي صنف زي الطماطم مش موجود في المنتج المحلي، فبالتالي لما بينزل محلي سعره عالي جدا، وثانيا الاسعار مرتبطة بالمستورد، بالمنتج المستورد. لو مش موجودة في المنتج المستورد فطبيعي ان المنتج المحلي لما بينزل بيكون سعره عالي جدا لان مش موجود مستورد. سبب آخر أدى إلى استقرار سوق الخضروات والفواكه، وهو السماح للجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من المزارعين، ما يؤدي أيضا إلى دعم المنتج المحلي الذي ينافس بجودته المستورد. أضرب لك مثل، أشتري مثلا بربع دينار أودي جمعيتنا جمعية الروضة، زين أبيعه أحط عليه 10% وأبيعه، بس لما يكون في وسيط، الوسيط شو يسوي؟ الوسيط يشتري بربع ويحط عليه 200 وانا احط عليه 10% يوصل للمستهلك بنص دينار بدل ما يوصل ب 350 او بنص دينار يوصل بدينار، فبدون وسيط ما تاخذ شيء، تاخذ 10%. تعاون تام بين القطاعين العام والخاص لدعم وتشجيع المزارعين الكويتيين لعرض منتجاتهم وتسهيل اجراءات البيع، ما يسهم في النهايه في استقرار السوق. حسب الغيام، تلفزيون دوله الكويت.